يعني هنختم النهارده حلقتنا بفقره محترمه جدا، ومعانا ومنورنا ومشرفنا بطل من ابطالنا في العاب القوى البارالمبي، واللي شارك في العديد كمان من دورات الالعاب وحقق انجازات كتيره جدا ونجاحات متعدده. وبجد هرجع اقول تاني مشرفنا جدا جدا. خلينا يعني نرحب ببطلنا محمد كمال ونساله في الكواليس ونساله كمان في ما هو قادم. بونجور يا محمد. بونجور. صباح الهنا عليك والله. هو مبدئيا جمله مشرفنا اللي اتكررت كذا مره على لسان نهاوند ما فيهاش اي شبهه مجامله. اه والله الحقيقه يعني دي حاجه لازم ناكد لك عليها في بدايه اللقاء. بنرحب مع يعني بيك، اكيد نورتنا. وعايز ابتدي معاك يعني قبل ما ندخل في تفاصيلك انت الشخصيه وخلفيه الاصابه اللي تعرضت لها وجرأها، عايز بس اسالك عن حاجه دايما انا ونهاوند بنتكلم عنها، منين ما بتيجي سيره مشاركات ابطالنا المصريين البارالمبيين في اي دوره بارالمبيه. في ابطال في كل دول العالم، لكن احنا كواليتي البطل البارالمبي المصري اكيد مختلفه عن غيره، بدليل ودي برضو حاجه اتكررت كتير قبل كده في برنامجنا، ان ابطالنا غالبا ما بيكونوا بيعانوا من نقص، مش هقول لك انعدام، بس نقص الدعم او الامكانيات اللي المفروض تكون متحققه عشان يعني يبدعوا، ومع ذلك بتبدعوا، ومع ذلك بترجعوا من كل دوره بارالمبيه محملين بكل الميداليات المتاحه تقريبا. اكيد الموضوع ده وراه سر او وراه شيء احنا عايزين نعرفه، ايه هو بقى؟ بص، ايه خصوصيه البطل المصري البارالمبي؟ بص حضرتك، احنا كلاعيبه بارالمبيه بيكون في حرب ما بيني وما بين نفسي، انا عايز ان انا احقق. فالحمد لله احنا كلعيبه بنشتغل على نفسنا كتير قوي، بنعزل نفسنا عن كل حاجه. لا، انا رايح بطوله عالم او دوره اولمبيه، فهو انا هحقق الانجاز. الانجاز لما انا بعمله بيبقى ليا انا نظره تانية، ما بعتمدش يعني طبعا الدعم والمطلوب، ولكن انت لو بصيت للدعم دايما من غير ما تشوف هدفك فين، فهو انت مش هتنفذ الهدف اللي انت عايزه. صح. فدايما بعتمد على نفسي اكتر، بيكون في ما بيني وما بين نفسي اللي هو في منافسه ما بينك وما بين نفسك، مش ما بين حد تاني، اللي انت هتحقق. تحدي الذات يعني. اه بالظبط، اللي انت هتحقق. انت مش مستني حاجه، لا، اعتمد على نفسك. انت زي ما بيقولوا كده، احنا لما بنلعب بطوله عالم او دوره اولمبيه، هو احنا بيكون في حرب بس بشكل تاني. يعني انت نازل بتلعب مع كذا لاعب من كذا دوله، فانت لازم تحقق. انا الاصابه اللي تعرضت لها دي كانت في شهر 2 اللي فات، كان عنده اصابه صعبه جدا وقويه جدا. الف سلامه عليك. الله يسلمك. وكان في كونسلت ودكاتره المفروض ان انا ما العبش. يعني اتفقوا ان انا ما ينفعش العب الماتش. معلش، ممكن تقول لنا الاصابه ايه بالظبط؟ هي الاصابه جات لي في العضله الضمه، كان تمزق قوي جدا. المفروض ان انا كنت رايح مش اقل من شهر ونص شهرين. في ايد حضرتك؟ لا لا، كان في العضله الضمه في رجلي. في رجلك؟ اه. لا تمام. تمام. ف قبل الماتش حوالي 3 اسابيع جات لي الاصابه دي. فقالوا لي ان انت هتشارك، ولكن يعني خد بالك وانت بتلعب. تمام. انت مبدئيا بتلعب برمي القرص، رمي قرص ودفع الجول. اه بس أوكي. اللي هي اللعبه الاساسيه بتاعت الاساس القرص. اه اوكي. فنزلت الماتش الموضوع زاد، لان انت لما تكون في ماتش انت الموضوع بيبقى فيه ستريس اكتر من التمرين. خلينا نقول ما كنتش جاهز بدنيا لكن اخدت ريسك. بالظبط بالظبط. ده مش حلو. اه فالمفروض ان انا ما العبش الماتش، ما كملتش الماتش. فهي الفكره بقى اللي انا صممت ان انا العب، لان الفكره ان انا ما بلعبش باسم هيئه ولا باسم شركه، لا انا بلعب باسم مصر. فلازم اللي انت تحقق، اللي انت طالع من مصر عشان تحقق. وقد كان فعلا ان انا لعبت وعملت ميداليه، ما عملتش ميداليه ذهب بس عملت ميداليه برونزيه، ولكن في النهايه ان انا صممت ان انا العب واحقق ميداليه لبلدي يعني. حلو جدا. بس يعني انا كنت اتمنى ان انت ما تاخدش الريسك ده، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. طبعا يعني الحمد لله. الحمد لله. بس انا شايفه عامه انا وكريم يعني من دخلتك علينا ما شاء الله، احنا كنا بنسال هو فين الاصابه، يعني ما شاء الله عليك بجد. ما فيش ده حصل على فكره. يعني ده حصل فعلا، ده حقيقي. فعلى كل حال خلاص خلينا ننسى اللي فات، بس خلينا نتكلم في دلوقتي في اللي جاي. دلوقتي انتوا او حضرتك محقق يعني شغل محترم على الارض، كواليسه حابين ان احنا نتكلم عنها، الصعوبات، التحديات، الناس اللي بتساعد، الناس اللي بتقدم دعم، ده شق. واللي جاي ان شاء الله كمان ايه هو، والبطولات اللي هتشارك فيها.
تمام. احنا كان في بعض محطات للتأهل لبطولة العالم، كان بدايتها في بطولة المراكش الدولية كانت شهر 9 اللي فات، دي شاركنا فيها بسبع لعيبة وحققنا فيها حوالي 5 ميداليات. بعدها كانت بطولة فزاع كان في شهر فبراير وحققنا فيها 9 ميداليات، وأخيرا بطولة إيطاليا شهر مايو كانت 12 مايو دي حققنا فيها 11 ميدالية. ما شاء الله، يعني في تصاعد اهو. الحمد لله ما شاء الله. وكمان بطولة إيطاليا الأخيرة دي علتنا على الرانك الدولي، تصنيف يعني تصنيف الدولي. فالحمد لله أنا دلوقتي على في الرانك الدولي الترتيب الرابع، بعض زمايلنا طبعا في نفس الترتيب ويمكن احسن كمان، فالاستعدادات ان احنا انت حاليا الرابع على العالم في العالم رمي القرص. في رمي القرص ما شاء الله. احساسك ايه وانت الرابع على العالم؟ شايفك قاعد عادي كده، تعرف يعني. العالم ده كام واحد؟ يعني انت يعني ازاي كده؟ والله بص الحمد لله انا لعبت 4 دورات اولمبيه وست بطولات عالم، انا كان ما بين يعني في التوب 5 ما شاء الله في التسع بطولات دول. ويمكن على المستوى البارالمبي او الاولمبيكس ان حد يحافظ على المستوى ده فصعب طبعا، فالحمد لله يعني انا حافظت عليه، ولكن هو هدفي دلوقتي ان انا عايز احقق ميداليه. انت هتشارك ان شاء الله في باريس 2024؟ ان شاء الله، واحنا عندنا بطوله عالم في شهر 7 اللي جاي. مؤهله ليها ولا مستقله؟ لا لا لا، مؤهله ليها برضه، مؤهله ليها. احنا عندنا بطوله العالم دي اول 4 بيطلعوا على باريس 24 بالاسم، ولكن تحت الرابع بيبقى بتخش حسبه بقى اللي هو التصنيف الدولي ورانك وحاجات كتير كده، ولكن هو انا هدفي ان انا اوصل لباريس ان شاء الله عن بطوله العالم في باريس بالاسم، لان يعني عندنا الاربعه الاوائل بيطلعوا باريس بالاسم، تحت الرابع بيبقى ليها حزبه تانية مختلفه. طب هي طوكيو ايه ملابساتها؟ يعني احنا عارفين ان انت ما شاركتش فيها. لا انا شاركت في طوكيو. شاركت في طوكيو. طب ايه بقى ما حصلتش ليه على ميداليات؟ هو في طوكيو انا كنت طالع مستعد كويس جدا ان انا احقق ميداليه، ولكن هناك ظروف الطبيعه كان الموضوع صعب جدا وسيء جدا، كان في مطر بطريقه رهيبه. انا اللعبه بتاعتي بتبقى دايره معينه، طقس معين، دايره ورمي القرص، يعني لو في ميه جت عليه وانا برميه فما بعرفش ارميه كويس. طب يعني هو الحمد لله طبعا، بس الظروف كانت صعبه جدا في الماتش، لدرجه ان انا مش عارف ارمي القرص، ولكن حاولت، فضلت لغايه المحاوله الخامسه انا ماشي ثالث، ولكن طبعا الظروف اتغيرت واللعيبه بدات ان هي تشد وتطلع في ارقامها، فما كانش فيه نصيب في ميداليه بقى. هو الحمد لله طبعا ما فيش نصيب، بس يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه الموضوع هيبقى مختلف، متعوضه ان شاء الله. لاني ابتديت ان انا اتمرن في طقس اللي هو يعني لازم اتمرن في جميع الاوقات. يعني دي مهمة. لا، وخصوصا انت بتشارك في بطولات عالم ودورات بارالمبيه، فانت معرض لكل الاجواء. اكيد اكيد يعني اكيد. بالمناسبه أكيد. احلى مشاركه ليك بعيدا بقى عن الانجازات اللي اتحققت، يعني احلى سفريه فيهم انبسطت فيها، احلى بطوله شاركت فيها كانت فين؟ كانت لندن 2012، دي كانت دوره الالعاب البارالمبيه في لندن 2012، دي انا حققت فيها رقم يمكن احسن رقم دولي عملته. أوكي. في لندن 2012 كنت، بس انت هنا برضو بتتكلم عن الانجازات، انا بكلمك عن الملابسات كامله. الملابسات احلى سفريه انت سافرتها؟ دي كانت سفريه مش في اوروبا، كانت في الكويت، كنت انا والمدرب بتاعي. البطوله دي كانت ملابساتها ان هو ما كانتش في معسكر، فوجئت ان انا اتصلوا بيا ان انت عندك سفريه في بطوله هتلعبها، دي كانت برضو مؤهله فجاه كده. فخلاص اوكي، كان الكلام ده اسبوعين، سافرت نزلت عملت رقم كويس جدا، وهو انا ما فيش تمرين ولا في تدريبات ولا معسكرات. الفكره ان هو كان المدرب اللي معاه بقى كان دايما كنا بنتكلم تحفيز، انت لازم تكون انت لاعب فايتر فلازم تكون جاهز في اي وقت. فالحمد لله البطوله دي عملت فيها رقم كويس واهلتني بعديها، كان مش فاكر كانت في ريو، قبل ريو البطوله دي. فكانت ملابسات البطوله دي كويسه، كنت انا طالع انا والمدرب بس، فقدرت ان انا اعمل فيها حاجه كويسه وفي وقت قصير، والحمد لله يعني قدرت ان انا اعمل فيها حاجه كويسه. محمد، يعني
خلينا نسمع منك تحديدا، لان احنا لما بنيجي بعد كده انتوا اللي بتتحاسبوا، مش الاتحاد ومش اي حد تاني، احنا بنحاسب ابطالنا. تمام. فخلينا نسمع منك، يعني احنا عندنا دلوقتي باريس 2024 منتظرين منكم على فكره ميداليات اكتر من طوكيو، وعلشان ده يتحقق لازم يكون في سيستم بيتم تطبيقه بشكل سليم، تدليل لكل العقبات، دعم مادي بشكل كبير غير الدعم المعنوي طبعا الموجود، ودعم فني وغيره، وبيزكس بتتحط وغيره وغيره وغيره. هل ده متوفر دلوقتي؟ هل في نقص في نقطة ما من اللي أنا ذكرتهم أو غيرها؟ خلينا نعرف المشهد بشكل كامل علشان بعد كده لما تيجي باريس ما تقولوش أو يطلع تصريحات اللي هو أصل إحنا عندنا لسه كذا كذا، إحنا نفسنا إن أنتوا ما يبقاش في أي مشاكل بتواجهوها بصراحة عشان أنتوا تستحقوا ده. فخلينا نسمع منك. هو دلوقتي في الوقت الحالي كل حاجة تقدر إن إحنا نقول عليها متوفرة، لا هي متوفرة. الدكتور أشرف صبحي طبعا تمثله في وزارة الشباب والرياضة موفر لنا كل حاجة، أماكن التدريب، المعسكرات بتاعتنا. يعني إحنا كانت المعسكرات بتاعتنا ما كانتش تبقى معسكرات طويلة، لا إحنا من معسكرين من شهر أكتوبر لغاية دلوقتي، يعني حوالي 8 شهور 9 شهور استعدادا لبطولة العالم، بعدها باريس 24. اللجنة البارالمبية المصرية مشكورا موفر لنا جميع احتياجاتنا ماديا كمان. ماديا هو ماديا طبعا هو على فكره اتكلم عادي ما فيهاش حاجه، احنا مش بنتكلم عشان ننتقد. تمام. احنا بنتكلم عشان نحل، ولكن هو قبل كده كان الموضوع صعب شويه، دلوقتي بدأ ان هو الموضوع يتحسن شوية. في تحسن اكيد، فدي حاجه كويسه وننتظر الافضل كمان اكيد. دلوقتي اللجنه البولمبيه داخلين في حته الفتره اللي جايه، الرعايات بدات ان هي تيجي السبونسر بدات تيجي اللي هي اللجنه، فطبعا احنا نامل الفتره الجايه الموضوع يبقى في تحسن اكتر واكتر، ولكن هو في الوقت الحالي كاستعدادنا لبطوله العالم لا الدنيا كلها كويسه جدا، كل حاجه متوفره لنا، اماكن التدريب ما فيش صعوبات، لا كل حاجه متوفره لنا. اللجنه البارالمبيه دايما كل شهر بيجي يتابعونا لو في مشكله او في حاجه ناقصانا، لا الدنيا الحمد لله. انت بتشتغل يا محمد كمان؟ بتشتغل عندك شغلك وعندك دخلك وبيدوك اجازه وقت المعسكرات والبطولات وكده؟ انا شغال في شركه مؤسسات صلاه. عملنا اعلان. عليه العوض، عليه العوض. شغال في الشركه و هي شركه وطنيه. ففي تفرغ كل شهر بيجي من الوزاره، كل 15 يوم بيتجدد، كل 15 يوم فبودي الجواب للشركه. يعني ف يعني هي الدنيا دلوقتي كويسه الحمد لله، وان شاء الله بطوله العالم اللي جايه هيبقى في انجاز كتير، لان في العاب الكوره بقى فتره مش ظاهره على الساحه، فان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى فتره كويسه جدا. ان شاء الله الفتره الجايه تيجي تنورنا بقى ومحمل بالميداليات اللي هتحصل عليها في كل مشاركاتك الفتره الجايه. موفق دايما، وبنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. شكرا ليك يا محمد، نورتنا بجد. نشكر حضراتكم اكيد انا وكريم على متابعتنا النهارده واول حلقه في الاسبوع، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. مع السلامه.